بعد تكرار حوادث الطيران في الفترة الأخيرة، وخصوصا بعد إسقاط طائرة الخطوط الماليزية في شرق أوكرانيا بصاروخ أرض جو ربما أطلقه انفصاليون موالون لروسيا، اقترح نواب ديمقراطيون في أمريكا تزويد الطائرات المدنية بأنظمة حماية لتضليل الصواريخ وحماية ركاب الطائرات المدنية من اعتداءات محتملة. نحن نحتاج فحص أمرين، الأول هو خطر الصواريخ SA-11 المتطورة، والثانيا خطورة منظومات الدفاع الجوي المحمولة. وكما هو معلوم أن الإرهابيين يملكون الآلاف من هذه المنظومات أو الصواريخ المحمولة على الكتف، وقد سبق ورأينا الكثير من المآسي بسبب ذلك. هؤلاء النواب سارعوا بطرح بدائل لحماية الطائرات المدنية لعلمهم بأن المتطرفين لطالما يقتبسون طرقا جديدة لتهديد الأمن العالمي، وإن لم تحسم التحقيقات فرضية إسقاط الطائرة الماليزية بصاروخ أرض جو. أنا والسيناتور شومار نشعر بالقلق باحتمالية أن يقلد الإرهابيون أي تكتيك يرونه فعالا وأن يعيد استخدامه لفاعليته. شركات الطيران العالمية ستضطر إلى تحمل مصاريف إضافية في تجهيز الطائرات بكلفة قد تزيد عن مليوني دولار لكل جهاز تضليل، ناهيك عن خسارة مليمترات إضافية من مساحة الطائرة لتركيب هذه الأجهزة التي قد تصبح ضرورية. تهاني الجهني، العربية.